بجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. يمكن شهدت الأيام الماضية عرض وثيقة بحثية عن أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة من أعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. الوثيقة بترسم ملامح الرؤية الاقتصادية حتى 2030 وبتستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الانتاج المحلي وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وبتشتمل الحقيقة على سياسات بتضع نصب أعينها مواصلة العمل من أجل الارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وأيضا تحسين سبل معيشتهم ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في ربوع مصر، وكذلك توفير الحياة الكريمة لجموع المصريين. تستهدف أيضا الوثيقة تحقيق التنمية المكانية المتوازنة وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصري دوليا، وبتركز الحقيقة على دعم رأس المال البشري، وبتركز كذلك على المزيد من مشاركة المرأة ومشاركة الشباب والمصريين في الخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة. عشان نتعرف على تفاصيل أكتر هنكون في ضيافتنا في الاستوديو، ضيفنا الأستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد. أنا برحب بحضرتك معنا دكتور محمد. اسمح لي أبدأ مع حضرتك بالسؤال، شايف الجهود المصرية في هذا الإطار واهتمام الدولة بخلق تنمية اقتصادية مستدامة وفق خطة يعني مستدامة، شايف هذه الجهود إزاي؟ بالطبع هي جهود مميزة ولافتة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والأزمات اللي بتضرب العالم. احنا من سنة 2020 كان في جائحة كورونا واللي تبعها إغلاق الصين، وبالتالي اختلال سلاسل التوريد والسلع أدى ذلك لارتفاع الأسعار. وبعد التعافي من كورونا حصلت الأزمة الأوكرانية الروسية، بالتالي برضو تأثرت في بشكل كبير سلاسل التوريد، بالإضافة لسلاسل التوريد بمعنى النقل والمسارات اللي بتمشي فيها السفن والشاحنات وبما فيها أيضا النقل الجوي لبعض الحصلات المميزة. وحدثت أزمة في ارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة الحبوب. احنا عارفين ان أوكرانيا وروسيا من أكبر دول العالم المصدرة للقمح، واللي بتعتمد عليه دول نامية كبيرة في مقدمتها بالطبع مصر. مع عودة فتح التام للاقتصادات وبداية التشغيل الاقتصادي بشكل متوازن، حصلت الأزمة المفتعلة باعتبارها اللي هو دفاع البنك المركزي الأمريكي عن الدولار بشكل كبير جدا، ورفع الفايدة من 0.25% لغاية 4.5% في 11 زيادة متتالية. ده لأن كان في مشاكل اقتصادية كبيرة، فحاول البنك المركزي الأمريكي أنه يقوي العملة، بالتالي التأثيرات دي كانت كبيرة جدا على العالم وبخاصة على أوروبا اللي وصل فيها تضخم لحوالي 40%، وأيضا في الولايات المتحدة. صدقنا خلصنا من ده كله أو ما زلنا بنعيش فيه، حصلت الأزمة اللي هي متعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالتالي كل ده مؤشرات بتؤشر إلى أن الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي مش هيكون في حالته الطبيعية. بالرغم من ده كله، المقدمة دي مصر حققت 3.8% نمو اقتصادي، والحقيقة أن الرقم ده ما حققتهوش دول أوروبية عديدة رغم كل اللي حصل في الظروف المحيطة، إلا أن مصر حافظت على وتيرة قوية للنمو الاقتصادي، استمرت في إنجاز المشاريع وخاصة المشاريع الاقتصادية. وبعد ما بنيت شبكة طرق وبنى تحتية من الدرجة الأولى، رفعت تقدير مصر 123 مركز في مؤشرات التنمية الحضرية العالمية، وأيضا أطلقنا اللي هو المشروع الأكبر الاجتماعي التنموي في العالم، مشروع حياة كريمة اللي هو بيغطي أكثر من 60 مليون مواطن مصري وبيغير تماما شكل الحياة. مع وجود العديد من المبادرات والاتجاهات والسياسة
المالية والاتجاه لإشراك القطاع الخاص وإدخاله في عملية التنمية والاقتصاد وزيادة نسب الشركات الخاصة سواء كانت المحلية أو العربية أو الدولية في الاستثمار في مصر. في وثيقة تم إعدادها بكده بزيادة مشاركة القطاع الخاص، والحقيقة أن الوثيقة شغالة بشكل كويس للغاية، بالإضافة إلى الإقبال الدولي الكبير على الطروحات اللي بيتم طرحها من بعض أسهم الشركات العالمية. في ناس ممكن تتخوف شوية، لا معلش، يعني السعودية طرحت 10% من أرامكو، يعني هل السعودية محتاجة فلوس؟ لا، السعودية محتاجة أو أي دولة في العالم، يعني بغض النظر عن المثل ده، عشان بس أضربه لأن القطاع الخاص ووجود أسهم الشركات في الأسواق الدولية ووجود المستثمرين الأجانب والعرب أيضا وزيادة استثمارات القطاع الخاص في أي من القطاعات الاستراتيجية الأساسية أمر هام للغاية. العالم قرية واحدة دلوقتي وبيتعامل بشكل كبير جدا بما فيها الأمور المتعلقة بسياسات الإصلاح المالي والهيكلي وتعديل أسعار الصرف حسب المقتضيات الدولية، وأيضا في المقام الأول واللي ده اللي بتعمله مصر بشكل دائم اللي هو المصلحة الوطنية.